رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ملعونين أينما سقفوا أجروا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا فكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يهد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أرادنا الله ما فعل السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سورة الصفوة مكية وأربع وكم سنة آية Allah kai ladan gareta Allah kyautata mutunci Allah saka Allah kyautata mutunci